سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدبر فيه إن شاء الله بدءا من اليوم سورة المؤمنون. سورة المؤمنون من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنها سورة مكية فنحن نتوقع الموضوعات التي ستعالجها هذه السورة. القرآن المكي جميعا بيشترك في إنه بيعالج أصول الدين الثلاثة: قضية الألوهية أو الإلهيات والنبوات والمعاد. فسورة المؤمنون ستدور حول تثبيت الإيمان بهذه الأصول الثلاثة، وربما تتضمن ذكر بعض القصص التي تؤكد على أن من لا يؤمن بهذه الأصول يستحق العقاب في الدنيا أو في الآخرة. فهذا هو القرآن المكي. سورة المؤمنون بتعالج هذه القضايا كما قلنا، كما سنرى إن شاء الله تعالى بما أنها سورة مكية. هذه السورة عدد آياتها 118 آية عند الكوفيين و119 عند باقي علماء العدد. والاختلاف في عدد السور ليس اختلافا في زيادة آية أو نقصانها، ولكن بعض علماء العدد قد يدمجون آيتين في آية، وقد يفصلون آية فتصير آيتين، لكن عدد الحروف والكلمات لا يختلف من مكان إلى مكان ولا من عالم إلى عالم. وسر الاختلاف هو اختلافهم في تقدير وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقف فقط على رؤوس الآيات، وإنما كان يقف على رؤوس الآيات وعلى غير رؤوس الآيات، لكن وقوفه صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآيات ربما يكون أطول. وتقدير الوقوف الذي هو على رأس آية أو الوقوف الذي ليس على رأس آية يختلف بحسب تقدير الصحابة رضي الله عنهم، ثم ورث ذلك عنهم بعد ذلك علماء الأمصار من الكوفيين والبصريين وغيرها. عدد كلمات هذه السورة 1240 كلمة، عدد حروفها 4801. هذه السورة من حيث ترتيب النزول نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة، لكنها وضعت في المصحف بعد سورة الحج لمناسبة، يعني لعلاقة تناسب ما بينها وبين سورة الحج، فلذلك وضعت سورة المؤمنون بعد سورة الحج وليس بعد سورة الأنبياء التي نزلت بعدها. هذه السورة هي جزء من الأخلاق أيضا التي ينبغي أن نلتزمها في حياتنا. روي أن بعض الصحابة قالوا لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، ثم قرأت قد أفلح المؤمنون حتى انتهت إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أوائل هذه السورة تعبير عن الخلق النبوي الرفيع الذي ينبغي أن يمتثل.
طيب، احنا قلنا ان هذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء، لكنها وضعت في المصحف بعد سورة الحج لمناسبة. وعلم المناسبات علم من علوم القرآن، هو العلم الذي يتلمس فيه العلماء الروابط التي تربط السور بعضها ببعض، الآيات التي تربط بعضها ببعض، الكلمات التي تربط بعضها ببعض، أوائل السور مع أواخرها وهكذا. فما هي المناسبة بين سورة المؤمنون والسورة التي قبلها سورة الحج؟ اجتهد العلماء في ذلك، ويعني فتح الله عليهم بعض أوجه المناسبات التي يمكن أيضا أن يفتح عليكم وأنتم تتدبرون الآيات وأنتم تحفظونها بغيرها من المناسبات إن شاء الله. من أوجه المناسبات التي ذكرها العلماء أن الله تعالى ختم السورة السابقة بخطاب المؤمنين وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات لعلهم يعلمون، وحقق فلاحهم في بدء هذه السورة. يبقى إذن من امتثل ذلك الذي أمر الله عز وجل به في آخر سورة الحج فهو من المفلحين، كأن الآيات تتواصل لتؤدي هذا المعنى، والقرآن كله كسورة واحدة. من أوجه المناسبات أيضا أن الله عز وجل تكلم في كل من السورتين عن النشأة الأولى، وجعل ذلك دليلا على البعث، يعني الله الذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيدنا للحياة بعد ذلك. كل من السورتين عالجت هذه القضية بهذه الفكرة، لكن مع اختلاف الأسلوب أو مع اختلاف زاوية النظر أو مع اختلاف المعالجة. كذلك من أوجه المناسبة بين السورتين أن الله عز وجل نصب في كل منهما أدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى وجوده. كذلك من أوجه المناسبة بين السورتين أن الله تعالى ذكر فيهما قصص بعض الأنبياء الماضين، وجعل هذه القصص عبرة للحاضرين والآتين. هذه السورة اسمها سورة المؤمنون، وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة، وكتبت كذلك في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة النبوية. ورد في الصحيحين عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذ في النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل يقرأ بهم في صلاة الصبح في مكة الصحابة رضي الله عنهم لحد ما أخذته سعلة، يعني كحة، جت كحة صلى الله عليه وسلم، ثم ركع. فإذا هذا هو اسمها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون، سميت بذلك لافتتاحها بذكر فلاح المؤمنين والأوصاف التي ينبغي أن تتحقق في المؤمنين حتى يكونوا من المفلحين. لكن لهذه السورة أسماء أخرى اجتهادية، فبعضهم سماها سورة قد أفلح، كذلك سماها السخاوي في جمال القراء، وهذه تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بها، وهذه كانت عادة بعض العلماء أن يسموا بعض السور ببداياتها. وفي التحرير والتنوير أيضا سماها سورة الفلاح، أو يعني ذكر طاهر بن عاشور أن اسمها سورة الفلاح ولم ينسب هذا القول لقائل. الطبري أيضا في تفسيره سماها سورة قد أفلح المؤمنون وهكذا، لكن هي اسمها سورة المؤمنون، وبقية الأسماء يعني اجتهادية أو غير واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة. إذن هذه هي سورة المؤمنون. هذه السورة تناولت عددا من الموضوعات التي تخدم كلها قضية القرآن المكي كما قلنا لحضراتكم. هذه السورة من
أول من أولها من آية رقم 1 حتى الآية رقم 11، يعني نقدر نقول إنها مقدمة. هذه المقدمة تبين صفات المفلحين من المؤمنين وجزاء أهل الفلاح من المؤمنين في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره، ثم أكدت فلاحهم ببيان مصيرهم في الآخرة في قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى دي مقدمة السورة من الآية 1 للآية رقم 11. ثم بعد ذلك الآيات من 12 ل 22 بتعرض لنا السورة بعض مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق الكون. فيقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهذه السورة تعد أكثر السور تفصيلا في ذكر مراحل نشوء الجنين لتدلل على عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الجزء من السورة اتكلمت السورة عن بعض مظاهر عظمة الله في الكون، من مثل قول الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين إلى آخر الآيات. وتتحدث بعد ذلك عن إنزال السماء، إنزال الماء من السماء، وإنشاء الجنات، وإنبات الشجر والزيتون، وخلق الأنعام إلى آخره. طيب، ثم بعد ذلك تنتقل السورة إلى من الآيات 23 إلى الآيات 56 إلى ذكر بعض قصص الأنبياء وبيان انقسام الناس. إذا دعوت الأنبياء إلى فريقين: فريق المفلحين وفريق الخاسرين. فتعرض لنا السورة قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قوم ومصير المكذبين ومصير المفلحين، وقصة عاد وكيف أن الله عز وجل أهلكهم بالصيحة، قصة موسى وهارون مع فرعون وملئه المستكبرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. ثم أبرزت السورة بعد ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في جعل عيسى عليه السلام آية للعالمين، وأن الله عز وجل كيف آواه إلى ربوة ذات قرار ومعين، وبين أن المفلحين هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، وأن الخاسرين هم الذين نسبوه إلى الألوهية أو كذبوا على عيسى عليه السلام. إذن هذا هو الموضوع الثالث. إذن عندنا الآن مقدمة السورة من الآية 1 إلى 11 بتبين صفات المفلحين من المؤمنين. الموضوع الثاني من 12 إلى 22 بيان عظمة الله عز وجل في خلق الكون والإنسان. الآيات من 23 إلى 56 عرض لبعض القصص التي تبين فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. ثم بعد ذلك الآيات من 57 إلى 92 التأكيد على فلاح المؤمنين وخسران الكافرين، لكن مش في سياق القصص، في سياق نظري وليس في سياق عملي تطبيقي كما سبق. فإذا هذه الآيات من 57-92 بتؤكد على فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. مثلا الله عز وجل يبين فلاح المؤمنين في قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخره، بتذكر أيضا وبتعادل أيضا بعض صفات هؤلاء المفلحين: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم تعرض بعد ذلك السورة المقابلة، وهذه طريقة من طرق القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى يعرض السورتين المتقابلتين حتى يصدق قول الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، بحيث يبقى الواحد عارف طريق الفلاح بيؤدي لإيه وطريق الخسارة بيؤدي لإيه، صفات المفلحين وصفات الخاسرين. يعرض بعد ذلك الله عز وجل موقف الكافرين: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون. ثم يبين خسارتهم: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ثم بين خسارتهم وإعراضهم عن
آيات الله تعالى، فقال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ثم بعد ذلك خاتمة السورة من الآية 93 من الآية 118 تؤكد بعض المفاهيم الرئيسية التي عالجتها هذه السورة، فتعيد التأكيد على قدرة الله سبحانه وتعالى على إهلاك المكذبين الخاسرين، فيقول تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وأكدت خسارتهم بالإعراض عن القرآن، فقال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وأعادت التأكيد على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي آمن به المؤمنون، فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم كما افتتحت السورة ببيان فلاح المؤمنين بالله العظيم، ختمت ببيان خسارة الكافرين بالله العظيم أيضا، فقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن هذه هي موضوعات السورة باختصار شديد. نستطيع أن نسمي هذه السورة بسورة الفلاح، السورة التي تبين فلاح المؤمنين وصفات المفلحين، وفي المقابل بيان من غير المفلحين وصفات غير المفلحين، مع تدعيم الفكرة التي تعالجها السورة بقصص من القرآن العظيم، حتى تكون تطبيقا عمليا ونموذجا واقعيا أمام من يقرأ هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد زائد الفعل الماضي تدل أو بيدل في اللغة العربية على التحقق، التحقق يعني فلاحهم محقق. قد أفلح المؤمنون يعني المصدقون بالله وبرسوله. والإيمان هو التصديق القلبي الذي يصحبه إذعان واستسلام لله عز وجل ورضا بدينه. فالله عز وجل هنا يحكم على المؤمنين بالفلاح. المؤمنين طبعا إذا قلنا الإيمان بالله فيشمل الإيمان برسوله وبسائر ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش نفرق بين الله ورسوله، ما ينفعش تقول الله أنا مؤمن بالله لكن مش مؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. إذا لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت غير مؤمن بالله. لما نقول المؤمنون يعني المؤمنون بأركان الإيمان الستة الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المفلحون. ثم زادت وصف هؤلاء المؤمنين ليتضح لكل من يقرأ هذه السورة أخلاقهم وإيمانهم وعملهم وصلاحهم بذكر بعض الأعمال التي تتعلق بالجوارح. نعم الإيمان عمل قلبي في الأساس، لكن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، فبيظهر على الجوارح نتيجة هذا الإيمان. فبتصف الآيات المؤمنين بعدد من الصفات، ست صفات. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الذين هم في صلاتهم متذللون خاضعون. الصلاة أنت بتصلي وأنت تقر أمام نفسك أولا ثم أمام ربك سبحانه وتعالى أنك عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. فإذا الصفة الأولى من صفات المؤمنين أنهم يعلمون أنهم عبيد لله، وبالتالي إذا وقفوا بين يدي الله يقفون متذللين خاشعين. فهؤلاء إذن جمعوا في فعل الصلاة بين أمرين: بين الامتثال القلبي، الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية من الله سبحانه وتعالى، وجمعوا أيضا مع هذا فعل الجوارح. فحركات الصلاة وحركات الجوارح في الصلاة دليل على هذا الخشوع القلبي.
الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه هي الصفة الثانية، والذين هم عن اللغو معرضون يعني معرضون عن كل باطل، يعني يعرضون عن الباطل في الأقوال والباطل في الأفعال، فلا يخوضون فيما يخوض فيه الناس، وإنما كلامهم طيب، لا يصدر عنه إلا طيب، لا يقولون إلا الكلمة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالمؤمنين المفلحين، المؤمنون المفلحون، هم الذين يعرضون عن اللغو، وغالب تصرفات الناس في حياتهم يا جماعة هي من قبيل اللغو. تعالوا كده مع بعض نشوف الكلام والحوارات اللي بتدور ما بيننا، هتلاقوها كلها داخلة في حد اللغو. فالمؤمنون يعرضون عن هذا، لماذا؟ لأن قلوبهم مشغولة بالله سبحانه وتعالى، أو لأنهم لا يريدون أن ينشغلوا أو أن يغفلوا مع الغافلين. الصفة الثالثة: والذين هم للزكاة فاعلون، يعني لأجل تزكية نفوسهم يفعلون الخير، وللزكاة الواجبة التي فرضها الله عز وجل عليهم مؤدون، فيطهرون نفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم. الزكاة يا أخواننا مش مجرد فلوس أنا بخرجها من جيبي وبديها لواحد فقير، ولكن هذه الزكاة هي طهارة للقلب من أمراضه، أولا من مرض الأنانية والجشع وحب المال والإقبال على الدنيا، ومن أمراض كثيرة جدا زي الحسد والحقد والكبر والعجب. فلذلك الجنيه اللي انت بتطلعه من جيبك ده مش مجرد فلوس انت بتخرجها وخلاص، لا، دي بتغسلك من جوه كده من غير ما تشعر. لذلك كان الصالحين يوصون ألا يخلي العبد يومه من صدقة، يعني كل يوم تصدق ولو بالقليل، ألا يخلي العبد يومه من صدقة. إذن والذين هم للزكاة فاعلون، معنى ذلك كمان أنهم ناس بيشعروا بالفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، وبيتحسسوا المسلمين وبيشعروا بيهم. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الفرج هو محل الشهوة من الإنسان، وهو محل أقوى شهوة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمن لي ما بين فكيك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. الواحد فينا إذا نجح إنه يمسك لسانه ويمنع نفسه عن الحرام الزنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أنه سيكون من المفلحين، من عباد الله اللي إن شاء الله لهم دار الفلاح، مما يدل على خطورة اللسان وخطورة أيضا شهوة الفرج. وشهوة الفرج في كده حاجات بتؤدي إليها، يعني هي مش مجرد فقط زنا وفقط، لا، في حاجات، في غض البصر، في اللمس، في الخلوة، في الكلام الفاحش، كل هذه الأمور أيضا محرمة لأنها تؤدي إلى الوقوع في هذه الكبيرة. والذين هم لفروجهم حافظون يعني ممسكون، إلا على ما أحله الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أحل للرجال الزوجات، وأحل للرجال ملكات اليمين أيام ما كان الموضوع ده موجود، فالرجل يعاشر ملك اليمين كالزوجة تماما بتمام، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والجوار، يعني فإنهم غير ملومين، فإنهم إذا عاشروا زوجاتهم أو إماءهم على الوجه الذي أذن به وأذن فيه ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يلامون على ذلك، فإنهم لا يلامون على ذلك في إتيان الزوجات وفي إتيان ملكات اليمين كما أحل الله سبحانه وتعالى. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من التمس
تفريغ شهوته أو قضاء شهوته وطلب سوى ذلك سوى الأزواج والجواري فأولئك هم العادون، يعني هؤلاء هم المعتدون المجاوزون الحد، فخرجوا عن الحلال إلى الحرام. مجاوزة الحد معناه أن في عندي خط أنا بتجاوزه، فهؤلاء تجاوزوا حدا، فاعتدوا على شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا بيدخل في ذلك الزنا واللواط والسحاق وسائر الأفعال الشاذة التي نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. الإنسان يا إخوانا إذا عاش لأجل شهواته بيخترع أنواع من الممارسات لا تصدر حتى من الحيوانات. فلذلك العاصم للإنسان والذي يجعل الإنسان إنسانا بفعل هو الدين. إذا ترك الإنسان الدين خلف ظهره بيكون أشبه بالحيوان بل أقل رتبة من الحيوان. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه الصفة الخامسة، أي الذين يقومون بحفظ ما أؤتمنوا عليه. ومما أؤتمنهم الله عليه أمانة الدين وأمانة الإيمان وأمانة والأمانة مع الخلق، الأموال المودعة، ومن الأمانة أداء التكاليف، ومن الأمانة الوفاء بالأيمان والنذور والعقود، كل دي تدخل في معنى الأمانة. يبقى الأمانة هذه معناها القيام بما أؤتمنا عليه، بما عاهدنا الله سبحانه وتعالى عليه. إحنا عاهدنا ربنا على الإيمان به وبكتابه وبرسله، وعاهدنا على أداء التكاليف، وعاهدنا على أن نحسن للخلق. فإذا أودع أحد عندنا ماله أو غير ذلك أدينا هذه الأمانة. إذا تعاقدنا عقدا بيننا أدينا ووفينا بعقودنا. كل دي داخلة في مفهوم الأمانة وحفظ العهود والعقود. فالمؤمن شريف، المؤمن رجل، المؤمن كلمته واحدة، مش عوج، مستقيم. لما يقول كلمة يبقى أدها ويفي ولو على رقبته مع الله ومع الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذه الصفة السادسة من صفات المفلحين. صلواتهم يعني المفروضة. فالفلاح منوط بأداء الفرائض، والله عز وجل ربط الفلاح هنا بأداء الفرائض كما ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وقال له دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلوات الخمس، قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني ليس عليك سوى الصلوات الخمس إلا إذا تطوعت وزدت وأردت أن تزيد في حسناتك وأن تزيد في درجاتك يوم القيامة. فالذين هم على صلواتهم يحافظون يعني المفروضات عليهم في كل يوم وليلة يداومون عليها ويراعون أوقاتها. ومراعاة الأوقات أيضا مش معناها إنك تصلي الصلاة في أول وقتها فقط، طبعا الصلاة في أول وقتها فضيلة، لكن الوقت وقت الصلاة ممتد. الصلاة الحمد لله من الواجبات الموسعة، يعني وقتها يمكن أن يؤدى في أوله أو بعد نصف ساعة أو بعد ثلاثة أربع ساعة لحد ما يدخل الوقت الآخر. فطالما بتصلي الصلاة في وقتها يعني قبل دخول الوقت الآخر فأنت محافظ على صلاتك، لا من ضمن الحفاظ. من الحفاظ أيضا إتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والشروط، صلي الصلاة صلاة صحيحة. فلذلك تعلم كيفية الصلاة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، هذا فرض عين على كل مسلم حتى يكون كل مسلم داخل في الفلاح الذي تحدثنا عنه هذه الآيات، مع عدم الإخلال طبعا بشيء من واجبات الصلاة وسننها وآدابها. كل ده اسمه المحافظة على الصلاة. إذن المحافظة على الصلاة معناها المداومة عليها، المحافظة عليها في أوقاتها، إتمام الركوع، إتمام السجود مع الشروط والأركان، عدم الإخلال بشيء من الواجبات أو السنن والآداب.
يبقى هذه الصفة السادسة. طيب أصحاب هذه الصفات الستة ماذا لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ قال أولئك هم الوارثون، يعني هؤلاء الفضلاء المتصفون بتلك الأوصاف هم الوارثون للجنة هبة وفضلا من الله سبحانه وتعالى. ليه بنقول فضلا من الله؟ لأن كل ما يقدمه المؤمنون مهما كان عظيما فإنه لا يكافئ حاسة واحدة من الحواس التي أنعم الله بها عليهم. وكنا لسه بنتكلم الواحد فينا لما بيفقد حس الشم ولا البصر ولا الذوق بيحس قد إيه الدنيا مختلفة وقد إيه يعني كان في نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الجزاء التعويض الإلهي لنا في الجنة مش مكافئ لشيء، إنما هو محض فضل. زي كده طالب جاب 1% وانت لما حسيت انه مجتهد رحت منجحه، فضل كبير جدا 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 من الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان، نعم، أولئك هم وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثون الفردوس أعلى الجنات وأفضل الجنات، يخلدون فيها أو يخلدون فيها، لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون فيها ولا ينقطع عنهم نعيمها ولا يزول عنهم لذائذها، أولئك هم وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، تبدأ الآيات الآن تحدثنا عن عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات السابقة كلها كانت آيات في طلب تكاليف، الحفاظ على الصلاة، حفظ الفروج، أداء الزكاة إلى آخره، فدي كلها تكاليف. والعبد لا يمتثل التكليف إلا إذا امتلأ قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى والإحساس بنعمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الآيات القادمة بتثبت في القلب معنى عظمة الله عز وجل وذكر بعض نعم الله سبحانه وتعالى حتى تحث المسلم على أن يكون من المفلحين. فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله عز وجل يؤكد لنا أنه هنا في هذه الآيات خلقنا من نسل آدم عليه السلام، من نسل آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام خلق من طين، خلق من ماء، خلق من تراب، وضع الماء على التراب فصار طينا، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه فصار إنسان يتكلم ويعقل ويفكر ويدبر. فنحن أصلنا جميعا يرجع إلى آدم عليه السلام، دي حقيقة قرآنية. يبقى احنا ملناش سلف مشترك مع القرود ولا مع الغوريلات ولا مع البط ولا مع كلام من ده خالص. والترويج لنظرية التطور باعتبارها حقيقة دي خرافة، هي نظرية وما زالت نظرية ليست حقيقة علمية، وإن كانت مشهورة. الشهرة لا تعني الصحة، ومش معنى إن العلماء ما يعرفوش نظرية غيرها أنها صحيحة بالضبط، هي قول علمي والعلم لا يقف عند حد. ربما يأتي بعد شوية من يكتشف أن هذه النظرية فيها فجوات وإن تفسيرها للخلق غير مكتمل أو غير صحيح. فإذا ليه النظرية دي واخدة الزخم ده؟ أولا لأنها مشهورة، ثانيا لأنه مفيش تفسير بديل، ولأن المجتمع العلمي الغربي لما تقوله نظرية الخلق ميقبلش، لأنه العلم لا يقبل هذا. العلم عايز يعرف الأسباب، فلازم يذكر سبب مادي، وده جزء من الكارثة اللي المجتمع العالمي بيعيشها، وهو اعتبار العلم فقط ما كان مأخوذا من المادة أو ما كان مصدره المادة، واعتبار العلم التجريبي فوق كل علم، مع أن نظرية التطور هذه ليست علما بالمفهوم العلمي المعاصر، لأن العلم معناه ملاحظة، معناه تجربة، ومحدش أبدا من اللي بيتكلموا في نظرية التطور لاحظ انتقال نوع إلى نوع. كل ما يذكرونه في هذه المسألة هو عبارة عن تكيف أو انتقال داخل النوع الواحد، زي الإنسان كده
ما بيرتقي، الطفل يبقى شاب بيبقى عجوز، فهو ارتقاء لكن داخل النوع الواحد، ما حدش فيهم أبدا لاحظ ولا رصد انتقال من نوع إلى نوع بحسب ما يزعمون. فإذا هي نظرية ليست علمية وفق تعريف العلم المعاصر. العلم معناه ملاحظة وتجربة، ودول غير موجودين. فإذا هي نظرية إيمانية، يعني كما نحن نؤمن بالخلق هم يؤمنون، وحط تحت كلمة يؤمنون دي 100 خط، يؤمنون بالتطور. فهي نظرية إيمانية لأنها افتقدت شرط التجربة والملاحظة. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أصل الإنسان هو أبونا آدم عليه السلام الذي استخرج من ماء مختلط بتراب فصار طينا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله عز وجل السلالات الإنسانية هذه بعد خلق آدم عليه السلام جعلها تتخلق داخل الرحم، رحم الأنثى. يعني مش كل إنسان يخلق من طين، لا، هو الإنسان الأول فقط الذي خلق من طين. حتى حواء عليه السلام لم تخلق من طين، حواء خلقت من لحم آدم، من ضلع آدم. الذي خلق من طين الأرض فقط هو آدم مش حواء. لذلك ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت حواء من ضلع، يعني من ضلع آدم. فإذا أخذ آدم من الأرض، أخذت حواء من ضلع آدم. لذلك طبيعة الرجل تختلف تماما عن طبيعة المرأة. الرجل تعامله مع الطبيعة والحياة والأرض أفضل من تعامل المرأة، المرأة تعاملها مع الإنسان أفضل من تعامل الرجل. فالرجل يتعامل مع الكون لأنه منه، يفهمه جيدا. المرأة تتعامل مع الإنسان جيدا. فلذلك صلح الرجل أن يكون عاملا في الأرض، وصلحت المرأة أن تكون عاملة مع الإنسان في الأسرة، التربية، الرعاية لزوجها وأولادها. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعد خلق آدم وزوجه، النطف الأزواج بتستقر في رحم الزوجات، والرحم هذا مستقر متمكن، مكين، مستقر. خلق الله له كل الظروف التي ينتج عنها إنسان مكتمل الأعضاء في إعجاز يحدث أمامنا في كل لحظة، فهو مستقر متمكن حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالولادة والخروج إلى هذه الحياة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة هذه التي تخرج من صلب الرجل تعلق بالرحم، تعلق يعني تتعلق، تتشبك في الرحم، فلذلك يسمى علقة. فخلقنا العلقة مضغة، العلقة دي تجمد شوية وتتغذى فتصير كقطعة اللحم الممضوغة، كقطعة اللحم الممضوغة، لحمة صغيرة بقدر ما يمضغ. يعني حتى شوف انت لما تاخد في فمك حتة لحمة بتاخد قد ايه، حتة صغيرة. فهو النطفة دي بتتطور بعد ما تكون علقة، بتصير كقطعة اللحم الصغيرة هذه. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم بعد ذلك المضغة هذه يخلقها الله عز وجل عظاما، أو يخلق منها العظام، ثم يستر هذا العظام باللحم، بالعضلات بقى والأغشية التي تغطي العظام. ثم بعد ذلك يصير هذا الإنسان خلقا آخر، بعد ما كان نطفة لا تكاد ترى بالعين المجردة، يصير شيء آخر مختلف تماما، وذلك بنفخ الروح فيه وتصويره وتسويته في هذه الأطوار المختلفة، فيصير هذا الإنسان إنسانا
له قوة، له حواس، له عقل، مهيأ لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم ينفخ الله عز وجل فيه الروح يصير كقطعة اللحم التي لا قيمة لها، يولد ميت فيوضع في الأرض خلاص لا قيمة له. طيب إيه اللي بيخلي هذا الإنسان متميز أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح؟ وبنفخ الروح بيهيئ هذا الإنسان للمعارف، فلذلك يقول الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك فتقدس الله المصور والمقدس، ما أكثر خير الله، ما أكثر إحسان الله تعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يبقى الله عز وجل هنا بيّن المبدأ والمعاد، المبدأ والمنتهى. بعد مرور المدة التي قدرها الله عز وجل لنا في هذه الحياة نموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بعد أيضا المدة التي قدرها الله لنا في البرزخ، في حياة البرزخ نبعث، تبعثون، تقومون من موتكم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، وذلك يوم القيامة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الآيات الآن بعد ما ذكرت قصة الإنسان باختصار، لأنه البحث عن هذه القصة يا جماعة من الأسئلة المؤرقة، يعني كثير من الفلسفات نشأت للإجابة عن أصل الحياة. القرآن بيحسم لنا هذا في آيات بسيطة وفي سطور بسيطة، من غير لف ودوران، ومن غير سطور كثيرة، من غير أوهام، ومن غير تفكير عقلي لا زمام له ولا حطام. فهو بين لكنا من أين أتينا وإلى أين المصير، هذا السؤال الوجودي الذي أرق الفلاسفة، من أين أتينا وإلى أين المصير. فربنا هنا بيقول لك باختصار شديد إنك أتيت أيها الإنسان من سلالة من طين، ثم ستموت، ثم تبعث للجزاء والحساب. والله عز وجل الذي خلقك هذا، ونفسه الذي خلق السماوات والأرض والجبال، ووضع في كل شيء من هذه الأشياء تقديراته، وقدر في كل شيء من هذه الأشياء أقواته، وجعل فيه هداه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فبالتالي المنظومة واحدة. فخالق الكون هو خالق الإنسان. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلق الله عز وجل فوقنا سبع سماوات، هذه السماوات طباق بعضها فوق بعض. طبعا العلم الحديث الآن يعني بالتلسكوبات يقول لك إنه في فراغ، يعني ما فين السماء دي، يعني السماء القرآنية التي يصورها لنا القرآن هي عبارة عن بناء، مش كده بس، بهذا البناء له أبواب، وهذه الأبواب تتشقق وتتصدع، بل هذه الأبواب لا يدخلها أحد إلا بإذن. في رحلة الإسراء والمعراج النبي كان بيستأذن، هذه الأبواب مغلقة على الجن والشياطين، وإذا واحد منهم راح ناحية الأبواب دي عشان يسمع الملائكة بتقول إيه، يتبعه شهاب ثاقب. ففين بقى الكلام ده كله، والتلسكوبات ما جابتش الكلام ده؟ الإجابة ببساطة حاجة من اتنين، إما أن نقول إنه علم الإنسان لم يصل بعد إلى حدود السماء الدنيا، السماء الأولى، يعني كل ما اكتشفناه حتى الآن لم نصل إلى حدود السماء الدنيا، أو نقول إن باب كل شيء من جنسه، يعني باب الإنسان فلازم يكون باب حسي مرئي عشان يوافق طبيعة الإنسان. طيب الأبواب السماء دي لمين؟ للملائكة، لتمنع الجن، والجن والملائكة مخلوقات لطيفة، فإذا هي أبواب لطيفة لا ترى، لا ترى كما لا يرى الداخلون والخارجون والخارجون منها، والله أعلم. فإذا لا تعارض أبدا بين السماء التي يصفها لنا القرآن وبين ما اكتشفه العلماء.
فإذا خلق الله عز وجل 7 سماوات بعضها فوق بعض، ثم يقول ولقد خلقنا فوقكم 7 وما كنا عن الخلق غافلين. رغم اتساع الكون وكثرة تفاصيله، لكنه سبحانه وتعالى لم يغفل لحظة عن هذا الكون. ربنا سبحانه وتعالى هنا بينزه نفسه عن مشابهة المخلوقات، لأنه المخلوق لما بيكون الواحد فينا كده رئيس مجلس إدارة ولا رئيس دولة بيتابع، ما بيتابعش التفاصيل، لا قدرة له أصلا على متابعة التفاصيل، حاجة منه هتسقط أكيد. الله عز وجل ليس كذلك، مش معنى أنه إله عظيم خلق كون عظيم أنه ما بيتابعش التفاصيل، لا. وما كنا عن الخلق غافلين، بل يتابع الله عز وجل تسيره من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة بعلمه وقدرته عز وجل. وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء فقال وأنزلنا من السماء ماء بقدر. يبقى طالما كل حاجة مقدرة وكل حاجة معروفة سواء كانت ذرة أو أصغر من ذرة، فهو ينزل السماء من الماء، وكل قطرة معلوم هتنزل فين في الأرض وهتعمل إيه بالضبط، وما سينتج عن هذه القطرة هيروح في معدة مين بالضبط، من الإنسان أو الحيوان. تفاصيل رهيبة، ويمكن إحنا نستطيع أن إحنا نتصور ده، يعني ممكن الكمبيوتر يعمل حاجات زي كده، الآلات اللي بيصنعها الإنسان ممكن تعمل حاجات شبه كده في متابعة تفاصيل دقيقة للغاية. طب هل نستكثر على الله عز وجل أن يكون عالما بكل هذا؟ طيب إذن وأنزلنا من السماء ماء بقدر من فأسكناه في الأرض، أنزل الله عز وجل من السحاب، مش والسماء هي كل ما علانا، كل ما علاك فهو سماء، فالماء بينزل من السحاب، فالله أنزل من السحاب ماء بقدر، يعني مقدار محدد بتدبير حكيم، مش عبث، مش بس كده وخلاص أي مية تنزل في أي حتة، وذلك بحسب حاجة الخلائق وحسب مصالحهم، فأسكناه في الأرض، فيسكن هذا الماء في تجاويف الأرض وعلى سطحها، في البحيرات، في الأنهار، في المحيطات، على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. وإنا على ذهاب به لقادر، يعني كما قدر الله عز وجل إنزاله يقدر أيضا ذهابه، كما نزل بقدر ولحكمة يذهب لقدر وحكمة. فلا يستطيع الناس، معنى الآية يعني الغرض من الآية إنه إذا أراد الله إذهابه فلا أحد يستطيع إرجاعه، وإذا أراد الله إنزاله فلا يستطيع أحد أن يمنعه. إذن الله عز وجل هو المتصرف المتحكم وحده في الكون، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات، يذكر الله عز وجل بعض ما ينتج عن نزول هذا الماء من نعم، فيقول فأنشأنا لكم به جنات، يخلق الله عز وجل بهذا الماء ضمن قانون الكون من التدرج والتنامي البطيء جنات، البساتين والمزارع التي يكون فيها الأنواع والأصناف المتعددة من الفواكه والثمار. ودي آية عجيبة، يعني رغم أنه الماء واحد ورغم أنه الأرض واحدة لكن الأشكال مختلفة. وده بالضبط يا أخوانا، يعني ده برضو سر من أسرار، أو ده من أسرار التناسب بين ذكر خلق الإنسان وخلق السماوات أو ما يحصل في الكون. يعني ماء الرجل واحد، ماء الرجل كهذا الماء النازل من السحاب، والأرض كرحم المرأة، كرحم المرأة، رغم أن ماء الرجل هو نفس الرجل، رغم أن المرأة هي المرأة، الأرض هي الأرض، لكن سبحان الله الخلق متنوع، في نفسك أولادك أشكال مختلفة وطبائع مختلفة وأخلاق مختلفة وأحاسيس مختلفة ومشاعر مختلفة وذكور وإناث، فسبحان الله. ويمكن ده بيحصل علشان ربنا سبحانه وتعالى يعيد التأكيد مرة بعد مرة على إنه أنت ليس لك تصرف في المسألة. يعني كم مرة يريد الإنسان مثلا
ذكر وتأتي أنثى، أو يريد أنثى ويأتي ذكر. كم مرة يريد الإنسان إنه ما يخلفش ويخلف أو العكس. فإذا عشان الإنسان الله عز وجل ينزع عنه وهم أنه فاعل. فإذا الله سبحانه وتعالى هنا كما نوع الزروع والثمار رغم أن الماء واحد والأرض واحدة، لكن هذا التنويع يدل على إبداع الخلق والصنع والتصرف التام، بحيث أنه ساقي الأرض ما يتصورش أنه فعل حاجة. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فواكه كثيرة تأكلون من هذه الفاكهة صيفا وشتاء. وسبحان الله، هذه الفاكهة للإنسان، وهذا الزرع للإنسان، والجماعة اللي شغالين في الطب وقرأوا يعني في الطب القديم ونحو ذلك عارفين كويس إن الله عز وجل يضع في كل أرض دواءها، دواء أمراضها التي تصيب الإنسان. يعني أنت لو عايش في بلد، كل من أرض هذه البلد هتلاقي فيها شفاءك من الأمراض المختلفة، من مزارعها، من خيرها، هي هتلاقي فيها ما يناسبك وما يناسب أمراضك. ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أنشأ الله عز وجل للناس أيضا بهذا الماء شجرة الزيتون، التي كانت في أصل إنشائها تخرج من أرض محددة، هي أرض طور سيناء المباركة. هذه الشجرة تنبت بالدهن، يعني متلبسة بالدهن، مصحوبة بالدهن الذي يستخدمه الإنسان في دهن شعره، في دهن جسده، في صنع خبزه، في صنع طعامه ونحو ذلك. يبقى شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صبغ يعني يصبغ به الآكلون، يبقى تأكلها، حضرتك بتأكل الزيت الزيتون ده، وممكن تصبغ به كمان شعرك وجسمك ونحو ذلك. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. أيها الناس، خلق الله لكم أيضا مع الأرض وزرعها المختلف المتنوع الحيوانات التي سخرها لكم والتي أيضا تأكلون منها. يبقى الإنسان يأكل من الأرض ومن الحيوان، يشرب من الأرض ومن الحيوان. ودي آيات عجيبة، علشان ما حدش يقول لك هو الشرب ينبغي أن يكون من جماد، لا، ممكن تشرب من جماد ومن حي، تأكل من جماد ومن حي. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، لعبرة أمر عجيب لمن تفكر فيه، وإذا تفكر الإنسان فيه عرف كمال قدرة الله عز وجل. نسقيكم مما في بطونها، نخرج لكم من بطونها حليب نقي خالص من كل الشوائب، سائغا للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هذا الحليب يعني سهل لذيذ يحبه الناس جميعا. ثم لنا في هذه الأنعام منافع كثيرة، فنلبس منها ونتخذ منها من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، ننتفع بها وهي حية، وننتفع بها وهي ميتة، فنبيع جلودها ونستخدمها في منافعنا، نبيع شعرها وننتفع منها في منافعنا، وهكذا. فننتفع منها حية بأكل بشرب لبنها وبخدمتنا وبالتنقل عليها، وننتفع بها ميتة بأكل لحومها وشحومها ودهنها واستخدامها في التجارات ونحو ذلك. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. طيب، هل الإنسان كان لي أي دخل في هذه النعم، في صنع شيء من هذه النعم، أو في التعب لتحصيل أي نعم من هذه النعم؟ أبدا، ده هو جاء الجاهز، لقى نفسه قاعد في بيت التلاجة فيه مليانة، وفي عنده كمان عربية مستنية تنقله في المكان اللي هو عايزه. ده حالنا، انت جيت على هذه الأرض، الأرض دي بيتنا كلنا،
إحنا كبني آدمين، وجدت في هذه الأرض أكلك وشربك وما ينقلك من مكان إلى مكان، وربنا كمان أعطاك العقل اللي بتطور وتحسن من أداء هذه الأمور جميعا. طيب بعد كله الإنسان لما يصحى في بيت فيه التلاجة مليانة وفيه عربية تحت أمره، يعني إزاي ما يسألش نفسه يعني كم هو عظيم من فعل لذلك، كم هو رحيم من فعل لذلك، ماذا يريد مني حتى أطيعه حتى تستمر هذه النعم علي. العجيب إن إحنا ممكن نعمل كده لو حد فعل معنا ذلك، عمل معنا الواجب ده يعني، ولا نفعل ذلك مع ربنا سبحانه وتعالى. وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني من النعم أيضا أن تحملنا كما قلت في البر، لأن الله عز وجل ذللها لنا، ولولا تذليل الله عز وجل لنا تسخيره لنا ما استطعنا أبدا أن نستخدمها، والكثير منها أقوى من الإنسان، الإبل أقوى من الإنسان، البقر أقوى من الإنسان، الفرس أقوى من الإنسان. فالسر التذليل التسخير الإلهي. وعليها وعلى الفلك تحملون، السفن التي تحملنا في البحر، كيف تحملنا هذه السفن سوى بقوانين قننها الله عز وجل ليكون البحر أيضا مسخرا لنا. وسخر لكم البحر، آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على تسخير الله سبحانه وتعالى البحر بوضع القوانين التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يركب البحر ويصل من مكان إلى مكان. فسبحان الله على هذه النعم الكثيرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه العاملين بشرعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.